حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم جاسم الماجد، رئيس شعبة العمليات بالإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية. مساء الخير. هل توضح لنا الاستعدادات والجاهزية التي وضعتها الإدارة العامة لأمن المنافذ لاستقبال المسافرين طبعا خلال إجازة عيد الفطر المبارك؟ في إطار الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك، وحسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية والمتابعة الدقيقة لسيدي رئيس الأمن العام، فقد استكملت الإدارة العامة لأمن المنافذ استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الهائلة من المسافرين، وكذلك أطلاق فعاليات سياحية عديدة خلال هذه المناسبة، وذلك لضمان سهولة وسلاسة الحركة في المنافذ وإنهاء إجراءات المسافرين بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وهنا تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للمسافرين، أخذين بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا القطاع الخدمي الهام، واستمرار الجهود الرامية إلى تطوير وارتقاء الأداء العام. نعم سيد جاسم، هل توضح لنا مدى التنسيق مع الجهات العاملة بالمنافذ من أجل طبعا تقديم أفضل الخدمات للمسافرين؟ إن الإدارة العامة لأمن المنافذ لا تدخر جهدا في سبيل تذليل كل العقبات التي قد تعيق أو تحد من تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط الاستباقية لكل مناسبة من أجل تسهيل إجراءات المغادرة والوصول لضمان راحة المسافرين، وتقوم بمختلف التمارين المشتركة للتأكد من جاهزية الإدارات العاملة بالمنافذ والإدارات المساندة لها. المقدم جاسم الماجد، رئيس شعبة العمليات بالإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.